دلوقتي خلاص هنبدأ فعلا نعمل انستول للهوا ريد هات انتربرايز لينكس 8، وهنشوف الستبس بتاعتنا هتتم ازاي او هتمشي ازاي. طبعا هياخد وقت شوية عشان ده يحصل. هو دلوقتي هيبدأ يحمل لنا برنامج. البرنامج ده المفروض ان هو بيساعدنا ان عملية الانستوليشن تتم. البرنامج اللي بيساعدنا ان عملية الانستوليشن تتم اسمه اناكوندا، وطبعا الانستوليشن ده هيمر باكتر من مرحلة، وعامة اول حاجة بيبدأ بيها مرحلة التشيو اي، وعندي طبعا مجموعة من الاختيارات اللي هي هتكون عندي في الديفولت سيتنجز الخاصة بالانستوليشن. تمام، بس احنا دلوقتي مستنيين ان ده يحصل. زي ما قلت الاناكوندا هو ده البرنامج اللي بيساعدنا انه فعلا تتم عملية الانستوليشن. طبعا ده هياخد وقت معانا، بس لازم نشوف مع بعض كل الستبس اللي هتتم لحد ما الانستوليشن كلها تاخد وقتها، ويبقى فعلا الاوبريتنج سيستم اللي هو ريد هات انتربرايز لينكس 8 موجود على الفي ام اللي احنا عملنا لها كرييشن. زي ما قلنا ان اول ويندو هتتعامل معاها او اول ويندو هتقابلنا هي هتبقى الويندو الخاصة باللغة، وهنشوف ده دلوقتي. اهو اسم البرنامج اللي بيساعدنا في الانستليشن اناكوندا. يقول لك هنا starting installer. يعني وانا عندي بطء في الجهاز شوية، لكن هنشوف كل الستبس بتاعتنا مع بعض. يبقى اول ويندو هنتعامل معاها فعلا هي الويندو الخاصة باللغة. هنبدأ بقى في السيتنجز بتاعتنا. فبيقول لك دلوقتي انت عايز اللغة الاساسية تبقى ايه، فهنعملها انجلش. طبعا هنضغط على انجلش وهنقول continue. وبعد كده عندنا دلوقتي مجموعة من السيتنجز اللي احنا المفروض هنعملها. في عندي مجموعة اختيارات، بعضها بتبقى عبارة عن حاجات ديفولت اصلا، وبعضها بنعدل فيها. يعني في حاجات ديفولت هتتساب كده زي ما هي، وفي حاجات محتاجة ان احنا نعمل فيها ابديت او موديفيكات. زي تايم اند ديت، انا دلوقتي هعدل في الوقت والتاريخ بيست على الريجون اللي انا قاعده فيها. انا هروح ان الريجون بتاعتي افريكا، وانا قاعده في الكايرو في القاهره، فاختار ده. فهلاقي عندي مثلا ان التوقيت هعمله ان يكون 24 ساعه ولا اي ام وبي ام. انا مثلا هعمله اي ام وبي ام، وهشوف التاريخ بتاعي النهارده. يعني الوقت حاليا عندي 7/9/2022، والساعة مثلا عندي 12:07 صباحا. فانا هبدأ اقول له فعلا كده التوقيت بتاعي بقى مظبوط، فهقول له done. خلاص انا كده عدلت في التايم اند ديت. خلاص لو بصينا هنا على حاجة زي الانستليشن سورس، هو محطوط هنا فيها لوكال ميديا. انا هنا مش هغير اي حاجة. ليه؟
لان انا دلوقتي فعلا الاوبريتنج سيستم اللي انا هحطه اللي هو لينكس بتاعي انا مدخلاه من خلال ايزو فايل اوريدي موجود عندي لوكال زي ما هما كده فعلا قايلين او زي ما محطوط، لكن ممكن يبقى فيه تعديل بس ده يعني ملناش علاقة بيه. لو انت بتاخد الايزو فايل او بتاخد الاوبريتنج سيستم ده من FTP سيرفر او HTTP سيرفر يعني من جهاز تاني، لكن في الحالة بتاعتنا دلوقتي الانستليشن سورس هتفضل زي ما هي ما فيهاش اي موديفاي هنعمله خالص. بعد كده هنروح على سوفت وير سيلكشن وهنشوف ايه اللي موجود فيها. هنا عندي مجموعة من الابليكيشنز او البروجرامز اللي انا محتاج انزلها وانا بعمل انستليشن، فانا دلوقتي هدخل وهعلم عليها. هي ده فعلا مجموعة الابليكيشنز او البروجرامز اللي انا محتاجة اعلم عليها عشان والاوبريتنج سيستم بتاعي بيحصل له انستليشن تبقى موجودة معي. تمام. البروجرامز او الابليكيشنز دي بتنقسم لتو جروبس او تو كلاسز، في حاجات بتبقى obligatory او mandatory حاجات اجبارية، وفي حاجات additional بالنسبة لي يعني حاجات اضافية او حاجات optional مفيش مشكلة لو اخترتها او ما اخترتهاش. الحاجات اللي هي الماندتوري اللي هي base environment ده الجروب اللي فيه الحاجات الاجبارية اللي انا لازم اختارها، فاما هنختار server with GUI او هنختار المينيمال انستول. احنا دلوقتي هنختار اللي هو server with GUI، ان انت هتتعامل من خلال graphical user interface. تمام. طب ايه هي الحاجات الاديشنال؟ الحاجات الاديشنال اللي موجودة عندي، عندي هنا ويندوز فايل سيرفر، عندي ديباجنج تولز، وعندي سيرفر FTP سيرفر. فانا هنا هختار FTP سيرفر، هختار اعلم عليها، هختارها FTP سيرفر، هختار كمان file and storage server هعلم عليها، وعندي مجموعة من الاوبشنز. لو نزلنا كده تحت شوية هنلاقي بالسكرول، لو نزلنا كده هنلاقي عندنا virtualization tool زي الكلاينت والهايبرفايزر والتولز، وكمان هنختار معاها البيسك ويب سيرفر. كل الحاجات اللي انا علمت عليها دي هنختارها، وطبعا كل تول منهم اصلا فيه شابتر خاص بالتولز، فكل ده هنتكلم عليه ان ديتيلز لما نبدا في الكورس بتاعنا. احنا دلوقتي بس بنعمل انستليشن للاوبريتنج سيستم بتاعنا على الفي ام، عشان بعد كده لما يبقى عندك في الجهاز بتاعك محتاج ان انت تنزل اللي هو ريد هات لينكس 8 تقدر تنزله وتعرف ايه هي الستبس. هنضغط على دون. هنا هنرجع تاني، يبقى احنا اول حاجة عدلنا في الـ time and date، بعد كده دخلنا على الـ software selection وقلنا ان الـ installation source دي مش هنعمل فيها اي حاجة، بعد كده هنروح نعلم على الـ installation destination، وهندخل هنا ونشوف احنا هنعمل ايه او ايه المطلوب منا. بيقول لي ان الفيرتشوال ماشين اللي انا عملت لها كرييشن الهارد ديسك بتاعها المفروض ان هو فعلا السايز بتاعه 20 جيجا، وفعلا هو ده اللي انا عملته واللي انا اخترته، وبيختار ان هو يعمل لي تقسيمه وده بيتم بشكل اوتوماتيك. تحت ستورج كونفيجريشن ده بيتم بشكل اوتوماتيك. تمام. هقول له I'd like. هنا في الجزء الخاص بالانستليشن ديستنيشن هو بس بيقول لي الهارد ديسك بتاعي اللي انا اخترت ان هو يبقى السايز بتاعه 20 جيجا، بيقول دلوقتي ان التقسيمه البارتيشنز دي هتتعمل بشكل اوتوماتيك ولا كاستمايزد. لا، هي هتتعمل بشكل اوتوماتيك، فهي فعلا متعلم على اوتوماتيك، وهعمل دون. بمجرد ما هنعمل دون هنلاقي العلامات الحمراء اللي كانت موجوده اختفت. العلامه الحمراء دي هتختفي دلوقتي، فعلا اهي اوتوماتيك partitioning selection. تمام. بعد كده هندخل على network and host. هو هنا بيقول لي ايه او هنا ايه المطلوب؟ انا دلوقتي المفروض ان اي جهاز في الدنيا عنده كارت شبكة، فانا دلوقتي عايزة الفيرشوال ماشين الفي ام اي اللي انا كريتها تاخد اي بي، فهنروح دلوقتي نشوف احنا هنعمل ده ازاي.
هنا عندنا ديت اوف هنعملها اون. يعني ايه اون؟ اللي انا هختارها دلوقتي، هختارها دلوقتي. ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي دخلت على السلكشن او التشويس بتاع نتورك اند هوست نيم. انا دلوقتي بعمل ايه؟ احنا متفقين ان اي جهاز كمبيوتر بيبقى عليه كارت شبكه. كارت الشبكه ده دلوقتي عايزين نعمل اي بي كونفيجريشن، فهروح ديت كانت اوف هعملها اون. هي كده كانت اون اوف، انا هعملها اون. تمام، معنى كده ان خلاص الجهاز الفيرتشوال التخيلي ده هياخد اي بي وهياخد ديفولت جيت واي وهياخد كمان اي بي للدي ان اس. فعلا لما حولنا العلامه دي من اوف لاون ده حصل، ادا الاي بي بتاع الجهاز اللي هو الفيرتشوال ماشين، وادا الديفولت جيت واي يعني الاي بي بتاع الراوتر اللي بيخرجه على الانترنت، وده كمان الاي بي بتاع الدي ان اس. تمام، كارت الشبكه ده المفروض ان هو له اسم، وهو اسمه هنا اي ان اس 160. اي ان اس ليه 160؟ ليه؟ المفروض ان احنا عندنا شابتر كامل في الكورس بتاعنا خاص بالنتورك، وهنتكلم فيه بالتفصيل عن كل ده، لكن احنا لسه في مرحله الاعدادات عشان نحط الاوبريتنج سيستم اصلا. بعد كده هنضغط على دم. كده انا خلصت الانستليشنز او الحاجات الاوبشنز المهمه في الانستليشن بتاعتي، وهبدا اضغط على بيجن انستليشن. عشان يحصل انستليشن انا كنت بختار التشويسز او السلكشنز اللي انا محتاجه اعملها. هضغط على بيجن انستليشن. هنا الانستليشن بتاعي لسه شغال، لكن انا زي ما قلت خلصت كل الاوبشنز المهمه عندي في الانستليشن. بيبدا بقى يعمل لي كونفيجريشن للهاردوير المختلفه داخل الانستليشن. هتلاقيه بيعمل داونلود كده لحاجات كتير، ولما بيخلص هيبدا يطلب مني انه انا اعمل السيتنجز الخاصه باليوزر، اللي هي عباره عن حاجتين: الروت باسورد واليوزر كرييشن. لكن ده طبعا بعد ما نخلص عمليه الانستليشن. لو هنتكلم على الروت باسورد، فالروت باسورد ده هو ايكوال اسم بتاع الادمنستريتور داخل مايكروسوفت. تمام، هو الروت باسورد ده عباره عن السوبر يوزر الخاص بالسيستم. هو ده بيكافئ زي ما قلنا في مايكروسوفت اليوزر او الاسم النيم بتاع الادمنستريتور. لو بصينا هنا هنلاقي في عندنا عددين كده، واحد على اليمين والتاني بعد السلاش. ده عدد الابليكيشنز المفروض اللي هو بيعمل لها انستول، وده العدد اللي نزل منها. يعني انا المفروض هينزل عندي 1396 ابليكيشن او بروجرامز، المفروض ان نزل منهم 52. طبعا هيفضل يعد لحد ما ينزل كل الابليكيشنز اللي انا عايزاها. خلاص الانستليشن تم، والمفروض انه انا ضغطت على الروت باسورد. لا، هو انا هنا ما عملتش الروت باسورد، لكن هنعمل اليوزر نيم والباسورد اللي هو هعمل لوجن عن طريق اليوزر نيم او الاوثنتيكيشن اللي احنا عارفينه. فول نيم مثلا، هقول اسمي عادي جدا، فول نيم. اليوزر نيم هخليه هو نفس الاسم تغييد ابو النجا، وهنكتب الباسورد. الباسورد بتاعتنا المفروض تبقى قوية مش ضعيفة، يعني فيها أرقام، فيها حروف كابيتال وسمول وعلامات خاصة. تمام، بيقول لي هنا ان هي strong. تمام، done.
انا هنا بكريت المعلومات الخاصه باليوزر اللي هي يوزر كرييشن، تمام. انا ممكن طبعا ادخل عن طريق الروت باسورد بس وما كريتش ده. لو هنيجي هنا بقى نكريت الروت باسورد، هنحط برضو باسورد وزي ما اتفقنا ان هي تكون strong مش تكون weak. تمام done. انا كده عملت هنا في السيتنجز بتاعتي root password و user creation ايه الفرق ما بين الاتنين. انا ممكن اعمل login باي حاجة منهم، بس انا لو هعمل login بشكل مباشر عن طريق الروت باسورد يعني ده يعني هيبقى فيها كونفليكت شويه، او هي تعتبر ضد الستاندرز او الرولز الخاصه بالريكومنديشن بتاعه السكيورتي. فمن الافضل ان احنا نعمل لوجن عن طريق اليوزر كرييشن اللي هي اليوزر نيم والباسورد اللي انا عملتها. وقلت هنا ان الروت باسورد هي مكافأة في نظام مايكروسوفت للنيم بتاع الادمنستريتور. لسه هيكمل الكونفيجريشن او الانستليشن، وبعد كده هينزل السيستم بتاعنا عادي جدا، هيبقى الاوبريتنج سيستم بتاعنا موجود على الفي ام عادي جدا. هنا بيعمل دلوقتي تحميل للكيرنل انستليشن لي، والكيرنل ده هو عبارة عن الكور بتاع لينكس، هو اللي بيقدر يعمل مانجمنت للسي بي يو وللميموريز وللبرافيرال ديفايسز. هو الحاجة الأساسية في لينكس اللي هو الكيرنل ده اللي بيحصله دلوقتي انستليشن او كونفيجريشن. بعد كده هنضغط على ريبوت لما يقول لنا خلاص ان الانستليشن تم ريبوت. هيبدا بقى السيستم او الاوبريتنج سيستم بتاعي يفتح ويجيب لي الجزء الخاص باللايسنس، ان احنا نعمل اجريمنتس على اللايسنس. خلاص هو كده بيقول ان هو خلاص. هنا بيقول لي ان license information لسه not accept، فانا هضغط عليها عشان اعمل accept لي license، وبعد كده اعمل done. هعمل كده accept وهعمل done. بعد ما عملت done خلاص ان انا وافقت على كل ال conditions بتاعت ال license، هعمل كده finish لل configuration او ال installation. وخلاص كده الـ operating system بتاعنا بقى موجود فعلا، وأقدر أدخل. لو قلت له not listed لو ضغطت هنا يبقى أنا هدخل عن طريق الـ root password، لكن لو ضغطت على اللي هو الـ username ده خلاص بدخل بالـ password بتاعتي اللي أنا عارفاها وعملت لها creation وبدخل بيها عادي جدا.
كده خلاص المفروض ان الاوبريتنج سيستم او ريد هات لينكس 8 بقى موجود على الفي ام اللي انا عملت لها كرييشن عن طريق الفي ام وير. يبقى من البدايه اول حاجه بعمل داونلود للفي ام وير اللي هو الفيرجن 15 او 16، بعد كده بعمل كرييت للفي ام، وبعد كده بشوف كل الستبس اللي احنا نفذناها في الفيديو بتاعنا عشان نقدر نعمل كونفيجريشن او انستاليشن للاوبريتنج سيستم على الجهاز او الفي ام اللي احنا عملنا له كرييشن.